هيأت نفسي على ان لا انت بلاش بقى تتجوز. وخصوصا انا كمان تركيبة صعب عشرتي يعني في يعني ممكن ابقى صاحب ابقى صديق لكن جواز وحاجات طب ايه الشروط اللي انا طالبها ديت وانت ما عندكش المؤهلات للشروط دي؟ عايزها جميلة وعايزها بشكل معين وبتركيبة معينة وفكر معين وانت ما عندكش ولا معين من المعين من المعينات دي كلها بنضارة وأقرع ومش لاقي اكل وطالع عين اهلي وبسطح على القطر. طب ايه طب الشروط دي هتتوفر لك ازاي؟ وده بالك فكنت قلت بقى خلاص بقى انت ترمي طوبة حتة انك تتجوز دي اساسا ونسيت ابتديت انسى الموضوع ده لغايه ما قابلت امال مراتي يعني. انا متخيلها دلوقتي. ها طبعا متخيلها من وصفك لشروطك. شروط صعبه مراتي. جدا وازاي هنعمل ده وازاي جميلة. فبقى بدات بقى انا بحاجه في منتهى الغرابه انا وهي ان احنا خدنا روتس كده وقواعد ماشيين بيها لغايه دلوقتي. اول حاجه مفيش تالت يخش بينا. حلو قوي. لا ابويا ولا ابوكي ولا امي ولا امك ولا اختي ولا اختك. ولو واحد صاحبي في يوم من الايام اقنعك واحنا زعلانين مع بعض انك ترجعي لي روح اتجوزيه لانه عرف اقناعك اكتر مني. فاحنا مفيش تالت يخش بينا. يعني ايه خلينا احنا مع بعض. دي اول مبدا من مبادئ. اصلا انا مش بعمل شروط طبعا يعني كنت بتفلسف ساعتها. لا انا بقى انا عايز اعيش ومش عايز اتسبب في ان اجيب عيل او بنت او واد يتشحططوا ما بين ام واب متطلقين. مفيش حد يتدخل بينكم. محدش يتدخل بينا. دي اول قاعده. اول قاعده اللي ماشيين عليها لغايه دلوقتي. وما نزعلش من بعض لو طلعت علينا شيء يعني اللي غلطان يعتذر للتاني وخلصنا من الموضوع على كده. الشرط التاني ان احنا بدأنا بعيوبنا ما بدأناش بمميزاتنا. انا بدأت لها بكل عيوبي. لا اطاق ولا احتمل، عصبي، نمكي، قليل الادب، لساني طويل، حتى عيوب ممكن تكون مش فيا افورتها والله العظيم. عارفه انت لما تبقي داخله بتلعبي قمار وبترمي كل اللي معاك يا تكسب يا تخسر ونخلى وامشي واروح بقى انا والله وبضرب كمان كده يعني. وانا ما بضربش انا عمري في حياتي مش مؤمن بضرب لان انا ما تربيتش كده كمان. لكن يعني ايه ممكن الحياه تتعرض في يوم من الايام انك تمد ايدك عليها وده حصل بعد كده بس بعد 10 15 سنه مثلا. لكن ايه كان لكن انا ساعتها وانا بقولها لا انا مش ده مبدأي اساسا. انما زي ما كنت بخوفها وقلت لها وعايزك انت كمان تصرفي. بتخوفها بتطفشها ولا بتخوفها علشان السر؟ بلعب قمار ده انا كنت بحبها جدا يعني انا مش بعمل ده مثلا بطفش واحده لما تمشي هبقى انا مستريح. لا كنت هبقى يعني ما كنتش هتجوز ما فعلا. بس انا ما قلتش ده غير لما 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 فعلا حسيت انها بتحبني. هي قالت لك ايه بقى؟ ايه؟ هي قالت لك ايه؟ هي قالت لي انا كمان هصرحك بقى. قلت لها انا مش عايزك تكذبي عليا عايزك انت كمان تصرحيني بعيوبك. كويس. فهي تقريبا نفس العيوب عيوبي. عارفه لو ما كناش صرحنا بعض في الفتره دي ما كناش اتفاهمنا مع بعض العمر كله. فاخدت بقى على ان احنا يعني كل شيء قابل للنقاش بيني وبينك. اي حاجه في الدنيا يعني ايه؟ يا تقنعيني يا اقنعك. يعني فطبعا هي عمرها ما اقنعتني انا اللي بقنعها طول الوقت. يعني بس هي عنيده زي حالاتي برضه. فساعات تدحر معايا كتير كده وبعدين تستسلم في الاخر. لكن عندك صبر ان انت تقعد تقنعها؟ لا عندي صبر لان بحبها لان مش بهزر يعني. يعني ما لو مش بحبها يعني ما خلاص نخلص من الموضوع من الاول. وبعد ما ابن من الابناء اتجوز ان انت لسه بتحس بالاحساس ده المشاعر مشاعر الحب ما يعني مش تقدر تقول لها كلمتين حب لا 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 بس انا ما بقولش انا مشكلتي اصلا انا بالدكتور ليه؟ لا اصل ده من الاول انا بالنسبه لي الرومانسيه افعال يعني لا الرومانسيه مش افعال جوابات خلاص كتبناها بقى والدنيا والقمر وما بنامش غير لما بشوفك ولا اؤمن واخدعيني احبك وخارج كل الطقوس وخارج كل الشرائع والانظمه حين انام في حضنك اشعر انني في حضن الوطن كل انذار اباني قلناه واشعار عملناها ونسر كتبناه يعني عملت كل ده في بس مش هتبقى الليله بقى كده طول الوقت لا مش الليله كده يعني طب يعني كل أنا يوم في كلمتين حلوين ما هي طول كل مره لما تيجي تعاتبني في الموضوع ده اقول لا ما انت اتجوزت كوميديان
كان قدامك جانات كتير، كان ممكن تتجوزي جان يفضل منحنح طول النهار كده وبعدين يتجوز عليك اربعة. هو لازم يحب يبقى جان يعني ويبقى منحنح؟ مش شرط بقى ان انا الرومانسية انها تبقى طول الوقت كلام حلو ويعني على طريقة شايفة القمر يا ليلى والدنيا شعر ووردي. لا طبعا بعد الجواز مش كده، بس يعني اصل انا دايما عندي هاجس ان انا بقول في البرنامج في بيت العيلة احضنوا بعض احضنوا. والله بتزعل مني ده في الفاصل، ده انت عملت لي مشكلة، ده انت اول ما تقول الفاصل تقوم اي ما عامله لي كده يا ست عوض الله يخليك، ده برنامج يا ست، ده برنامج وهي يعني بتقول احضنوا.